بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا قد وصلنا بالأمس إلى باب التعصيب، قد تكلمنا عن الفروض الستة وذكرنا أصحاب الفروض، ثم نذكر اليوم إن شاء الله باب التعصيب، فنتكلم على العصبة وعلى ترتيب العصبة اتساء بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقته فلأولى رجل ذكر، أو فما أبقته السهام فلأولى رجل ذكر كما في الرواية الأخرى. العصبة أنواع، هناك العاصب بنفسه والعاصب بغيره والعاصب مع غيره. اشتقاق العصبة إما من العصابة التي تحيط بالرأس، تشد على الرأس أو على العضو، العصائب التي تشد، فكأن العصبة يحيطون بالشخص، وإما من العصوبة وهي القوة، لأن الشخص يتقوى بعصبته كذلك. أما العاصب اصطلاحا، العاصب بنفسه هو كل ذكر يدلي إلى الميت لا بواسطة أنثى، كل ذكر يدلي إلى الميت لا بقرابة أنثى، لا قرابة بينه وبين الميت لا تتخللها أنثى، كلها ذكور. هذه هي عصبة النسب. عصبة النسب كل من يدلي إلى الميت لا بواسطة أنثى. هناك عصبة الولاء، وهذه بالعتق، المعتق وأبناء المعتق، وإذا عدم أبناؤه فعصبته من الرجال خاصة، أما النساء فلا يرثن التعصيب. المعتقة وحدها هي التي ترث من أعتقته أو أبناؤه ترثهم بالتعصيب، وكذلك من أعتقه عتيقها ترثه بالتعصيب. إذا أعتقت عبدا وهذا العتيق أعتق عبدا ولم يترك من يرثه، لا من أقاربه الأحرار ولا من عصبة معتقه، ينتقل الإرث إلى أول من أعتق، لا معتق المعتق. فكما قلنا العصبة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه وهو كما عرفنا كل ذكر يدلي إلى الميت لا بواسطة أنثى، وسنسرد هذا النوع هو المقصود عندنا هنا، وسنسرده إن شاء الله نتكلم عليهم وعلى رتبهم. ابن المعتق إذا مات المعتق ينتقل الولاء مباشرة، وكذلك ابن الابن، وإذا انعدم الأبناء ينتقل إلى الآباء إن كانوا موجودين، ثم إلى الإخوة، أبناء الإخوة، ثم على حسب ترتيب العصب الذي سنذكره إن شاء الله. نعم؟ أخذ الابن معه عصيباً؟ لا 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 أبداً. النساء لا يرثن التعصيب، ولا يرثن بالتعصيب إلا من باشرنا عتقه، أو من أعتقه من باشرنا عتقه، أو أولاد من باشرنا عتقه، وهكذا كما بينا. أما من أعتقه أبو المرأة فلا ترثه عنه، لأن الولاء لا يرثه إلا الرجال، إلا العصبة. نعم. كما قلنا العصبة ثلاثة: عاصب بنفسه وقد عرفناه، هو كل ذكر يدلي إلى الميت لا بواسطة أنثى، وهو الذي سنتكلم عليه إن شاء الله. هناك عاصب بغيره،
كالأخوات مع الإخوة والبنات مع الأبناء، البنات مع الأبناء يصيرن عاصبات، للذكر مثل حظ الأنثيين بنص الآية، وكذلك الإخوة مع الأخوات نفس الشيء، الأبناء وأبناء الأبناء وإن سفلوا كل يعصب أخته. أما الإخوة، الإخوة يعصبون أخواتهم سواء كانوا إخوة لإخوة أشقاء يعصبون الإخوة الأشقاء، أو إخوة لأب يعصبون الأخوات لأب. أما ابن الأخ وما بعده والأعمام وأبناء الأعمام، لا، هؤلاء عصبة لكن لا يعصبون الإناث المساويات لهن في الرتبة، لا، لا شيء لهن. بنات الأخ مثلا لا شيء لهن من الميراث بخلاف ابن الأخ يرث. العمة لا إرث لها إلا بتوريث بالأرحام. ابن العم لا يعصب بنت العم بل يرث هو وحده. فالتعصيب خاص بجانب البنوة وإن سفل، كل ذكر في الأبناء يعصب من تساوي، هذا بجانب البنوة وإن سفلت. أما جانب الأخوة فالتعصيب لا يتجاوز، تعصيب الذكر الأنثى لا يتجاوز درجة الأولى الإخوة مباشرة. الأخ يعصب أخته سواء كانا شقيقين أو لأبي، شرط اتحاد رتبتهم، الشقيقين أو الأخوين لأبي، الأخت والأخ لأبي. أما إذا تجاوزنا درجة الأخوة، أبناء الإخوة، أبناء أبناء الإخوة، أو ارتفعنا إلى جهة الأعمام، أبناء الأعمام، لا، الذكور فقط يأخذون المال تعصيبا والنساء لا يأخذن معهم شيئا. أما العاصب مع غيره فهو الأخوات مع البنات. إذا هلك هالك وترك بنت صلب أو ابنتي صلب أو بنات صلب وترك أخت أو أخوات، فإن البنات يأخذن فرضهن، النصف أو الثلث، النصف للواحدة والثلثين للمتعددات، والباقي للأخوات. وإن كثرن، لو ترك بنتا وترك 10 أخوات، البنت تأخذ النصف والباقي للأخوات. لو ترك ابنتي صلب وعشر أخوات، البنات يأخذن الثلثين والثلث الباقي للأخوات تعصيبا وليس فرضا. فالأخوات مع وجود البنات هذا يسمونه عاصب مع غيره. الأخوات يعصبن مع وجود البنات، عاصب مع غيره. فهذه هي أقسام التعصيب، هذه المراتب الثلاثة. يقول الناظم رحمه الله، يقول: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. حق أو حق بمعنى وجب، كله يستوي. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. الناظم رحمه الله عرف العاصب بحكمه، عرفه بحكمه، والتعريف أصلاً إنما يكون بالجنس والخاصة أو بالجنس والفصل، حداً أو رسماً على ما هو معروف التعريفات، ما بالجنس والفصل وهذا يسمى حداً، وإما بالجنس والخاصة وهذا يسمى رسماً. أما التعريف مجرد الحكم فهذا يلزم منه الدور كما أشار إليه الشراح هنا، يلزم منه الدور، لأننا لا يمكن أن نحكم على الشخص أنه عاصب حتى نعلم أنه يستحق جميع المال إذا انفرد، ونحن لا نعرف أنه يستحق جميع المال إلا إذا عرفنا أنه عاصب، فيقع الدور، الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه. وبالتالي هذا التعريف الذي عرف به الناظم العاصبة هو تعريف يلزم منه الدور، والتعريف إذا كان يلزم عليه الدور يكون باطلاً، لا يصح به التعريف، لأنه يتوقف على معرفة المحدود، والمحدود يتوقف طبعاً على معرفة الحد، لأن الحد هو المعرف للماهيات. وبالتالي
تعريفه لهنا هو تعريف بالحكم، وهذا لا يسمى حدا، لا يسمى تعريفا. المهم أنه عرفه بأن بحكمه، وهو أن العاصب إذا انفرد عن أهل الفروض، الميت لم يترك صاحب فرض، في هذه الحالة العاص أقرب عاصبته يأخذ المال كاملا، العاصب يستكمل المال، وهذه خاصية العاصب، لا يوجد في أهل الفروض فردا يستكمل المال أبدا، يستكمل المال بالفرضية لا. أما العصبة فالعاصب إذا لم يزاحمه أهل الفروض يستكمل المال، يأخذ المال كله. أما إذا وجد أهل الفروض فإنه يأخذ ما بقي بعدهم إذا بقي بعدهم شيء، أما إذا استغرقوا المال كله فالعاصب يسقط. مثلا لو ترك الهالك زوجا وأختا شقيقة أو لأب، وترك ابن أخ، أن الأخ لا يرث شيئا لأنه عاصب، والفروض استكملت المال، لأن الزوج يأخذ نصف والأخت تأخذ نصف وينتهي المال، فيسقط ابن الأخ لأنه عاصب وقد استكملت الفروض بعده، قد استكملت الفروض دونه، في هذه الحالة يسقط العاصب. العاصب إذا انفرد يأخذ المال كله، وإذا كان معه بعض أهل الفروض لا يستغرقون المال أخذ ما فضل عنه كثر أو قل. أما إذا استغرق الفروض المال فالعاصب يسقط مباشرة لا شيء له. فحالات العاصب في الإرث هذه الثلاث: إما أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإما أن يأخذ الباقي بعد أهل الفروض إذا بقي بعدهم شيء، وإما أن يسقط إذا كانت الفروض استغرقت المال كما مثلنا. نعم. مثل الناظم رحمه الله للعصبة بل عدهم سردا، لأن الحد الذي أعطانا ذكرنا أنه لا يعرف، فعوض من ذلك أنه عدهم عدا، والمحصور بالعد كما يقولون لا يحتاج إلى الحد، قاعدة أن المحصور بالعد لا يحتاج إلى الحد. فقال رحمه الله: كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق للإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكن لما ذكرته سميعا. مثل للعصبة فقال: كالأبي، الأب، وكذلك الجد وإن علا، الجد عاصب وإن علا، والأب عاصب وإن علا، لكن الجد والأب كلهم عنده ثلاث حالات في الميراث. إذا كان الميت ترك فرعا ذكرا، ترك فرعا ذكرا، فالجد والأب لكل منهما السدس، كل منهما يستحق السدس إذا انفرد عن الآخر. الأب يستحق السدس ويحجب الجد، أما إذا لم يوجد الأب فالجد يأخذ السدس. في حالة الميت لم يترك فرعا، لم يترك فرع، لم يترك أبناء ذكور، فالجد والأب عاصبين، إنما يرثان بالتعصيب مباشرة. أما إذا ترك فرع لكن أنثى، بنت أو بنات أو بنات ابن، في هذه الحالة أي منهما وجد، الأب أو الجد، يأخذ السدس فرضا والباقي بعد فرض البنات تعصيبا، فإنهما يرثان فرضا فقط أو تعصيبا فقط، أو يجمعان بين الفرض والتعصيب، ثلاث حالات. فالأب كالأب والجد وجد الجد، جد الجد يقصد جميع الجدود، يقصد الجد وإن علا، لا حد له، لو كان آدم حيا لورث من لا توجد بينه وبينه واسطة حية، يرث مباشرة. كالجد والجد
كالجد كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. الابن وابن الابن وإن سفل، الذكور ذكور الأبناء وإن سفلوا، كلهم عصبة كلهم عصبة وإن سفلوا. ولذلك أشار بقوله عند قربه والبعد إلى ذلك، إلى أنه ولو بعد. ثم قال والأخ وابن الأخ والأعمام، كذلك الأخ، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب. وكذلك ابن الأخ، ابن الأخ الشقيق أولا ثم ابن الأخ لأب، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب. كذلك الأعمام نفس الشيء، العم الشقيق شقيق الأب أو العم لأب. أما إذا كان العم أخ الأب لأمه لا، هذا لا يرث، هذا من ذوي الأرحام. العم إذا كان شقيقا أو أخا لأب كذلك، الشقيق أولا ثم العم لأب. وكذلك أبناء العم نفس الشيء، أبناء العم الشقيق أولا أبناء العم لأب، وهكذا. ثم ننتقل بعد مرحلة الأعمام إلى مرحلة أعمام الأب ثم أعمام الجد ثم هكذا، الأقرب فالأقرب دائما. كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق. السيد باعتبار الأصل، وإذا صار معتقا لا يكون سيدا لأنه انتهت سيادته على عتيقه بعتقه بحريته، لكن باعتبار الأصل، الأصل أنه كان سيد ثم أعتق هذا العتيق، إذا لم يترك وارثا حرا يأخذ ماله، ماله كله، فالمال أو الباقي بعد أهل الفروض منه إذا ترك من يرثه بالفرض يكون لمعتقه أو لعصبة معتقه أو لمعتق معتقه إذا لم توجد عصبة المعتق نفسه، وهكذا. ولو تكررت الطبقات ينتقل للأعلى ثم الأعلى وهكذا. نعم. والسيد المعتق ذي الإنعام، يقصد مولى النعمة. ثم قال وهكذا بنوهم جميعا، يقصد أبناء الأعمام وأبناء المعتق جميعا، أي كذلك كلهم يكون عاصبا بعد درجة أبيه، بعد درجة أبيه مباشرة. معناه أن أبناء الإخوة بعد الإخوة، أبناء الأعمام يلون الأعمام، أبناء المعتق بعد المعتق، إذا كان المعتق موجود أبناؤه لا يرثون، لا يرثون بالولاء، إذا مات أبوهم ينتقل لهم الولاء فيرثون بالولاء وهكذا. وهكذا بنوهم جميعا فكن لما ذكرته سميعا. سميعا يمكن أن يكون وزن مبالغة، فعيل تأتي من أوزان المبالغة، سميع فعيل، فعيل من أوزان المبالغة، من الأوصاف التي تدل على التكثير، تكثير الوصف، مثل ما نقول ضروب ونحوها، ففعيل كذلك. إن الله سميع دعاء من دعاه، أي مبالغة في سمعه لذلك. نعم. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، وما لذي العصبة البعد من نصيب مع وجود الأقرب. إذا كان العاصب بعيد يقدم عليه العاصب القريب، وأما إذا استويا فيقدم الأقوى. مثلا الأعمام يقدمون على أبناء الأعمام، الإخوة يقدمون على أبناء الإخوة لأنهم أقرب منهم إلى الميت، ابن الميت يقدم على أبناء أبناء الميت، الابن يقدم على ابن الابن مثلا، وكذلك الأب يحجب الجد، وهكذا كل طبقة تحجب من بعدها، الأقرب الأقرب يحجب الأبعد، وهكذا دائما. كذلك الأقوى في استواء الدرجة، الأقوى يقدم على الأضعف، مثلا الإخوة، الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب، وكذلك في الأعمام العم الشقيق.
لكن إذا كان واحد أقرب ولكنه أضعف، الأبعد أقوى والأقرب أضعف، أيهما يقدم؟ الأقرب طبعا. لو ترك مثلا ابن أخ شقيق وأخا، أخا لأبي، أخا لأب وابن أخ شقيق، الأخ لأب هو الذي يرث لأنه أقرب، وإن كان ابن الشقيق أقوى صلة لأنه يدلي بجهتين. نفس الشيء في الأعمام، العم لأب يقدم على ابن العم الشقيق لأنه أقرب منه وإن كان الثاني أقوى، وهكذا. استويا في القوة يقدم الأقرب دائما. أما استوت الدرجة، إذا تفاوت الدرجة أقصد، يقدم الأقرب وإن كان الأبعد أقوى. نعم. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. الحظ والنصيب مترادفين طبعا. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. ونفس ما كنا نقول، العم إذا كان شقيق الأبي يقدم على العم إذا كان لأب فقط لأنه أقوى منه، ومنه صلة لأنه يدلي بقرابتين، العم لأب يدلي بقرابة واحدة. وكذلك نفس الشيء في الإخوة. قالوا وابن والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. والابن والأخ، هذا ما أشرنا إليه في أول مقدمة التعصيب، أن الأبناء وإن سفلوا، الأبناء وإن سفلوا، الابن ابن الصلب يعصب بنات الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا بنص الآية، نص الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأبناء الأبناء كذلك ملحقين به لتناول اسم البنوة لهن، أبناء الأبناء وبنات الأبناء يتناولهن اسم البنوة فألحقنا بالأبناء أصالة. ابن الابن مثلا يعصب بنت الابن سواء كانت أخته أو بنت عمه، لأن الدرجة واحدة. مثلا لو هلك هالك وترك أبا وترك ولدين، لو ترك هلك هالك مثلا، افترضنا أنه هلك الرجل له ولدان ومات وأحدهما ترك ابنا والآخر ترك بنتا، إذا مات جدهما الابن يعصب البنت وإن كان ابن عم ليس أخوين، لكن درجتهما من الميت درجة واحدة، كلهما مفصول بواسطة واحدة فهو يعصبها. فابن الابن يعصب من في درجته سواء كانت أخته أو بنت عمه، وكذلك يعصب من فوقه إذا لم يكن لها حظ من الثلثين. معناه أنه إذا ترك الميت ابنتي صلب وترك بنت ابن وابن ابن ابن يدلي بواسطتين، في هذه الحالة بنات الصلب يأخذن الثلثين، الإناث لا يتجاوزن الثلثين، معناه أنه بنت الإبن ساقطة لأن بنات الصلب أخذن الثلثين، تبقى بنت الإبن معناه أنها ساقطة. إذا كان أسفل منها أو مساو لها ابن ابن، ابن 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 هي بنت ابن وهو أسفل منها أو مساو لها في درجتها، في الحالة لا تسقط، يجر لها التعصيب. أما من هي أسفل منه فهذه يحجبها، لا ترث معه. إذا كان ابن ابن وبنت ابن 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 لا ترث معه لأنه أقرب منها إلى الميت، فيحجبها في هذه الحال. وكذلك نفس الشيء في الأخوات، الأخ إذا كانت معه أخت أو أخوات يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت الأخوات الشقيقات أختين ومعهن أخت لأب تسقط لأن الأختين تستكملان الثلثين، والإناث في الفرع الواحد لا يصح أن يتجاوزن الثلثين. لكن إذا كان معها أخ لأب في الحال لا تسقط لأنه يجر لها التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
إذا كانت الأخت لأب معها أخ لأب لا تسقط في هذه الحال. قال والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة كما يقول الناظم والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات ثم قال وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة وهذا ذكرناه في أمس في الدرس وذكرناه اليوم أن المرأة لا ترث بالتعصيب إلا من باشرت عتقه أو أبناء من باشرت عتقه أو عتيق من باشرت عتقه بس لا ترث بالتعصيب إلا في هذه الحال نعم هنا وصلنا إلى باب الحجب والحجب لغة هو المنع حجبه منعه واصطلاحا ينقسم إلى نوعين حجب نقص حجب نقصان وحجب حرمان أن ينقص نصيب الوارث بوجود آخر أو أن يحرم الوارث بسبب وجود آخر هذا هو الحجب هناك الحجب بالوصف وهذا نسميه بالموانع التي ذكرنا الحجب بالوصف هو الموانع التي ذكرناها وهي الرق والقتل والاختلاف الدين وهذا يسمونه بالمانع هذا يسمى حجب الأشخاص حجب الأشخاص وليس حجب الأوصاف كما قلنا ينقسم إلى حجب نقصان مثل حجب نقصان مثلا مثل الأم تحجب من الثلث إلى السدس وكذلك الزوج إلى الربع من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن وهكذا وقد يكون هذا النوع من التعصيب إلى الفرض مثلا مثل الأب والجد عاصبين فإذا وجد الفرع يصير لهما السدس فرضا لكن هنا إنما نريد أن نتكلم على حجب الحرمان حجب الحرمان الذي يسقط صاحبه ولا يبقى له إرث قال الناظم رحمه الله والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث أحواله الثلاث معناه سواء كان وارث بالتعصيب أو بالفرض كما إذا كان في إناث أو شيء أو بهما معا هذه الحالات الثلاثة ما دام الأب موجود الجد لا يرث لأنه يدلي به ومن يدلي بجهة لا يرث مع وجودها فالجد يحجبه الأب حجب حرمانه لا يرث معه مقال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما شابه الجدات كما ذكرنا بالأمس إرثهن أصله إرث الجد لأم الذي ثبت بشهادة المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة والجدة الأخرى أو الجدتين الأخرين عند من يورثهما أم الأبي وأم أبي الأبي بالقياس على الجدة على الجدة من جهة الأم فإذا سقطت الجدة من جهة الأم بحجب الأم لها سقطت الجدات الأخرى لأنهن مقيسات عليها ولا يمكن أن يسقط الأصل ويبقى الفرع إذا سقط الأصل سقط الفرع طبعا فمن هنا صارت الأم تحجب الجدات من أي جهة لا يرثن معها شيئا ما دامت موجودة وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما شابه وهكذا ابن الابن وهكذا ابن الابن بالابن كذلك ابن الابن لا يرث مع وجود الابن لأنه يدلي به فكل جهة كل جهة كل شخص يحجب من وراءه سواء بعد أو قرب ما دام الأب موجود الجد أبو الأب لا يرث إذا كان الجد موجود أبو الجد لا يرث وهكذا وإن على
إذا كان لابن موجود ابن لابن لا يرث، إذا كان ابن لابن موجود ابن ابن لابن لا يرث، وهكذا. فالأقرب دائما يحجب الأبعد لأنه يدلي به، وكل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده. وهكذا الابن، وهكذا ابن لابن بالابن فلا، وهكذا ابن لابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، لا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا أي ميلا، عدل يعدل بمعنى مال. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأبي الأدنى كما روينا، يقصد أنه ما دام عمودي النسب الأصل القريب والفرع وإن بعد لا إرث للإخوة، الأصل القريب معنى الأب خاصة، هذا عند الجمهور، عند الجمهور بعضهم يطلق الأصل مطلقا عند، كما سنذكر ذلك في باب الجد والإخوة إن شاء الله. الأب ما دام موجود، الأصل القريب وهو الأب ما دام موجود الإخوة لا يرثون من أي جهة كانوا، سواء كانوا لأم أو لأب أو أشقاء، لا يرثون مع وجود الأب، وكذلك لا يرثون مع وجود ابن لابن وإن سفل. ما دام الميت له فرع ذكر، فرع ذكر وإن سفل، الإخوة لا يرثون من أي جهة، سواء كانوا أشقاء أو لأم أو لأب. نعم. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كما ذكرنا، كما بينا ابن لابن وإن سفل ما دام ذكر يحجب الإخوة، أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، ولو كان ابنا واحدا يحجب الإخوة لا يرثون معه. نعم. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. الإخوة لأم يختصون بأنهم يسقطون بوجود الجد، وكذلك بوجود الفرع إذا كان أنثى. الإخوة لأم يتميزون عن الأشقاء والإخوة لأب أنهم يسقطون بالجد وإن علا، وكذلك يسقطون بالفرع ولو كان أنثى. فالفرع والأصل يحجبان الجد لأم، يحجبان الإخوة لأم، سواء الأصل قريب أو بعيد، وسواء الفرع قريب أو بعيد، وسواء كان الفرع ذكرا أو أنثى. معناه أنهم يسقطون حتى بالبنت وبنت الإبن، بنات الإبن وإن سفلنا، يحجبن الإخوة لأم حجب إسقاط، لا يرثون مع وجود البنات أو بنات الإبن وإن سفلنا، وكذلك لا يرثون مع وجود الجد الوارث. الأصل مطلقاً الوارث الجد وجده وجد جده إلى ما لا نهاية، هؤلاء يحجبون الإخوة لأمي. ويفضل ابن الأمي بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي وبالبنات وبنات الابن جمعاً ووحداناً فقل لي زدني. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. أشرنا إلى هذا غير ما مرة، هو أن بنات الإبن إذا كان فوقهن بنات صلب اثنتين فصاعدا يأخذن الثلثين فرض الإناث في الفرع الواحد، فتسقط بنات الإبن لأنهن لا يتعدين ذلك، لا يتعدين الثلثين، لا يجوز أن يزادوا على الثلثين فرضا، وبالتالي بنات الإبن يسقطن إذا كان فوقهن بنتي صلب فأكثر. إلا كما أشرنا إلى ذلك، إلا إذا عصبهن ذكر، إذا كانت بنت لابن معها ذكر يساويها ابن ابن أخوها أو ابن عمها أو أسفل منها، في هذه الحالة يعصبها، في الحالة اللي كانت ساقطة يعصبها. نعم. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات. الأخوات الشقيقات
إذا كنا اثنتين فصاعدا في هذه الحالة تسقط الأخوات لأبن، لأن النساء في الجهة الواحدة لا يأخذن أكثر من الثلثين، الأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين فتسقط الأخوات لأبن، إلا إذا كان معهن ذكر يساويهن أخ لأبن فإنه يجر لهن التعصيب كذلك. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، من الجهتين مثلا معنى شقيقتين، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكية. معنى أنه الأخوات لأب في هذه الحالة لا يجدن إلا البكاء على أبيهن، على أخيهن أقصد. نعم. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، أراد أن يتم بيته فقال باطنا وظاهرا. نعم، معنى أنه إذا كان هناك أخ يساويهن أخ لأب فإنه يعصبهن كما ذكرنا. ثم قال: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. كما أشرنا إلى ذلك أن التعصيب يختص بالإخوة، التعصيب لا يتجاوز الإخوة إلى أبناء الإخوة، فابن الأخ لا يعصب أخته، بنت الأخ، بنت الأخ لا يعصبها، وكذلك لا يعصب من فوقه، بمعنى أنه لا يعصب الأخت لأب إذا حجبها الأخوات الشقيقات، بقية المال تكون لابن الأخ يرثه، لا يعصب فيها الأخت لأب. في هذه الحالة تسقط الأخت لأب ولا يجر لها التعصيب، إنما يجر لها التعصيب أخ يساويها. أما إذا لم يوجد أخ يساويها وبقية المال أقرب عاصب هو ابن الأخ فمن بعده، في هذه الحالة لا يعصبها، لا يعصب من فوقه وهي الأخت لأب وأحرى الأخت الشقيقة، لأن ابن الأخ لا يعصب، التعصيب خاص بالجانب البنوة وإن سفلة أو بالإخوة مباشرة ولا يتجاوزهم. وليس ابن الأخ بالمعصب. ناظم هنا رحمه الله أو ما اطلعت عليه من النسخ يحقق همز الوصل، همز ابن هذا، فيقول وليس ابن الأخ. أنا أعتقد أنه لعل أصل البيت، أصل ما قاله الناظم، لعله قال ولم يكن ابن الأخ بالمعصب، حتى يتزن البيت ولا نضطر إلى تحقيق همز الوصل. ولم يكن ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، فيتزن البيت ولا نحتاج إلى. نعم. باب المشتركة أو المشركة، أي منهما، كل بعضهم يسميها المشركة أو المشتركة. المشتركة هذه فريضة وقعت في العام الأول من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أم وجد، أم وزوج أقصد، أم وزوج وأخوين لأم وأخ أو إخوة أشقاء. هذه تسمى المشتركة وتسمى الحمارية وتسمى اليمية، جاءت إلى عمر في السنة الأولى من خلافته رضي الله عنه، فقسم المال على حسب ما على حسب الفروض، فأعطى للأم المسألة تقريبا من ستة أصلا، للزوج ثلاثة نص، وللأم السدس لأنها محجوبة بالإخوة حجب نقص تأخذ سهم واحد. زين، كم باقي؟ ثلث، سهمين ثلث، الثلث فرض الإخوة لأمه، أخوين لأمه، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هكذا قسمها عمر في السنة الأولى، خلاص أعطى الجد الزوج أقصد النصف ثلاثة، والأم واحد السدس، بقي سهمان ثلث المال للإخوة لأم بنص القرآن،
انتهى الأمر. في السنة الثانية جاءته نفس الفريضة، بعضهم قال في هذه المرة مكان الأم جدة، لكن المهم من فرضه السدس سواء كان أم أو جدة. جاءته نفس الفريضة، زوج وأخوين لأم وإخوة أشقاء وأم، طبعا نفس الشيء، أعطى للزوج النصف، مسألة من ستة، أعطى للزوج النصف وأعطى أعطى للأم السدس سهم واحد، الثلث للإخوة لأم والإخوة لأشقاء يسقطون لأنهم عصبة، والمال استكملته الفروض، حاطت به الفروض. لكن الإخوة في هذه المرة إخوة أقوياء، لهم فقه ولهم شدة وليسوا أغبياء، فقالوا لعمر: لماذا تسقطنا؟ ألم يرثوا أخاهم بقرابة الأم؟ قال: نعم. قال: ألسنا نساويهم في هذه القرابة؟ هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم، أليست الأم تجمعنا وهم إنما أدلوا بالأم؟ نفس الشيء، نحن ندلي بالأم ونزيد عليهم برابطة الأب، رابطة الأب إذا لم ترجحنا عنهم لا تنقصنا عنهم. قال لهم عمر: اشتركوا. فأشركهم مع الإخوة لأم بالتوريث بجهة الأم، ولذلك يرثون معهم الذكر كالأنثى، فشركهم معهم. طبعا عمر خالفه بعض من الصحابة في هذه المسألة، لم يوافقوه على هذا الاجتهاد، لكن عمر قضى هذا القضاء وجرى به العمل والأئمة على ذلك. حينما قضى بذلك اعترضوا عليه، اعترض عليه الإخوة الأولون، قالوا له: في السنة الماضية حرمتنا. قال له: قال: بتلك قضينا وبهذه نقضي، ولا ينقض أحد الحكمين للآخر. ولذلك أخذ العلماء من ذلك أن تبين خطأ الدليل بعد بت الحكم لا ينقض له الحكم، تبين خطأ الدليل بعد بت الحكم لا ينقض له الحكم، لكن بشرط أن يكون أمر اجتهادي. أما إذا صادم نصا أو قاعدة مجمع عليها، لا، في هذه الحالة ينقض ويضرب به عرض الجدار طبعا. نعم. قال رحمه الله في الكلام عن المشتركة هذه: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي، فاجعلهم كلهم لأمي، اجعلهم كلهم يرثون بقرابة الأم سواء لأشقاء أو لإخوة لأمي، كلهم يرثون بقرابة الأم، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. يشير إلى كلام الإخوة الأشقاء لعمر: لو كان مكان الإخوة الأشقاء هنا إخوة لأب، هذه لا تكون مشتركة ولا نحتاج إلى شيء، نقسم على أهل الفروض ويسقط الإخوة لأب. لماذا؟ لأنهم لا يدلون بجهة الأم، إخوة لأب لأنهم لا يدلون من جهة، حجة الإخوة الأشقاء ليست لهم، لأن الإخوة الأشقاء يحتجون بأن الأم تجمعهم، لكن الإخوة لأب لا تجمعهم الأم مع الميت، وبالتالي لا يرثون في هذا الحال، يسقطون. كذلك لو كان مثلا أخا واحدا لأم، هذه لا تكون مشتركة، لأن الأم هنا تحجب، لأن الأم هنا لا تحجب. لو كان أخا واحدا الأم لا تحجب فتأخذ الثلث، فلا يبقى إلا السدس فيسقطون بذلك. نعم. قال وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة.
هذه هي المسألة المشتركة. هنا وصلنا إلى باب إرث الجد والإخوة. إرث الجد والإخوة، الحقيقة أن إرث الجد لم يذكره القرآن بشيء نص صريح، وكذلك لم يثبت فيه شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما روي عن أبي بكر أنه قال الجد أب. اختلف الصحابة خلافا كثيرا، فذهب ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة وأبو موسى الأشعري وآخرين إلى أن الجد أبا يرث كالأبي، يقوم مقام الأب في جميع أحكامه، بمعنى أنه يسقط الإخوة لأنه أقرب منهم، وأن الإخوة لا يرثون معه شيئا. واحتجوا على ذلك بحجج كثيرة، واتبعتم ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فالجد هنا سمي أبا، وكذلك جعل أبا في عدة مسائل، يا بني آدم فنسبهم إلى جدهم الأعلى، يا بني إسرائيل نفس الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا يا بني إسماعيل فنسبهم إلى إسماعيل. فاحتجوا على هذا بأن الجد أب ويطلق عليه أب فهو أب، لكن الطرف الآخر وهو ابن مسعود وكذلك زيد بن ثابت وهو الثابت عن عمر وعلي أن الجد ليس مثل الأب وأنه لا يسقط الإخوة. عمر رضي الله عنه صدرا من خلافته كان يجعله كالأبي فيسقط الإخوة، ثم لما صار عمر جدا وتوفي حفيده تورع عن أخذ المال، فدعا زيدا وعليا فاستشارهما في قضية الإرث، فأشار عليه بأن لا يحرم الإخوة، إخوة الميت، وضرب له أمثلة. مثلا قال له زيد، قال له أرأيت لو أن أصل الشجرة نبت عليه فرع وتفرع من الفرع غصنان وقطع أحدهما، ألا يرجع السقي إلى الغصن الآخر، الفرع الآخر؟ كذلك ضرب له علي مثال بالعين الجارية إذا تفرع منها فرعان، قال يرجع إلى الثاني وهكذا. النتيجة أن زيد بن ثابت جعل الجد في درجة الإخوة، جعل الجد في درجة الإخوة، لكنه جعله أقوى منهم لأنه أصل، والأصل أقوى من غيره. من ناحية القياس العلماء نظروا إلى ناحيتين، فقالوا الجد يدلي إلى الميت بالأب، نعم كذلك الإخوة يدلون إلى الميت بالأب، لكن الواقع أن إدلاء الجد أقوى لأنه أصل له ولادة، وهذا ما جعلهم يخيرونه في الأفضل له. عمر رضي الله عنه كان يقول لوددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لنا بشيء في الجد ننتهي إليه، لكن لم يقض فيه بشيء. أبو حنيفة رحمه الله أخذ بما ذهب إليه عبد الله بن عباس ومعه من الصحابة، وهي طائفة كثيرة، وكذلك الكثير من العلماء والفقهاء والتابعين جعلوا الجد أبا، الإخوة لا يرثون معه بتاتا. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد عده الطرف الآخر معهم، لكن لم يثبت أن تركة فيها الجد رفعت إلى أبي بكر، لا، إنما رويت عنه كلمة وهو أنه قال الجد أب، وهذه ليست نصا في المسألة. نعم الجد أب في كثير من المسائل وهذا يطلق، وكذلك الجد أم كما أخرج أبويكم من الجنة، أبويكم هذا لا يجعل حواء وهي جدة حكمها حكم الأم في الميراث، رفع أبويه على العرش هذه خالته، والخالة إجماعا لا تقوم مقام الأم في الميراث،
وبالتالي مجرد إطلاق أنه أب إذا لم ينص على أنه مثله في الميراث لا يكون حجة. وهذا هو أكبر ما تمسك به من حرم الإخوة، إطلاق الأب على الجد، لكن مجرد الإطلاق ليس نصا في أنه أبا يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب. نعم. إذن الأب وارث إجماعا، وإذا كان الميت له فرع والأب غير موجود يرث السدس إجماعا، هذا لا خلاف فيه. لكن إذا كان الجد معه إخوة هل يرثون معه أو لا يرثون معه؟ هذا هو محل الخلاف الذي ذكرنا. الجد مع الإخوة له حالتين، إما أن ينفردوا، معناه أنه يكون التركة ما فيها صاحب فرض، جد إخوة فقط، جد إخوة وليس معهم غيرهم. في هذه الحالة الجد يخير بين أمرين، إما المقاسمة وإما ثلث المال. إن شاء أخذ ثلث المال ينظر في الأحسن له والأكثر. إذا كثر الإخوة ومقاسمتهم تنقصه عن الثلث يأخذ الثلث، أما إذا قل الإخوة فإنه يقاسمهم. مثلا إذا ترك الميت أخت وجد، أخ وجد، أختين وجد، أخ وأخت وجد، يقاسمهم لأنه يحصل على أكثر من الثلث في هذه الحالات كلها. أما إذا ترك أخوين أو ترك أختاً وأخاً وأختين لا ثمرة، يأخذ الثلث سواء كان بالمقاسمة أو بال. أما إذا زادوا على ضعفه، بمعنى ترك الميت ثلاث إخوة، أو ترك أخوين وأخت، أو ترك خمس أخوات فصاعداً ما زاد على ذلك، لا، في هذه الحالة إذا قاسمهم ينتقص عن الثلث، لا، يأخذ ثلث المال ويتقاسمون في الثلثين الباقيين. هذا فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض. أما إذا كان معهم صاحب فرض فإن الجد يخير في ثلاث خيارات، يختار من ثلاث خيارات، الأحسن له، يأخذ الأحسن والأكثر، إما مقاسمة الإخوة، وإما ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، وإما سدس رأس المال، ثلاث خيارات. إذا كان الأحسن له مثلا المقاسمة، نعم يقاسم، فيما إذا هلك هالك وترك زوجة وجدا وأختا، زوجة وجد وأخت. طبعا المسألة من أربعة، المال يقسم على أربعة أجزاء لأن الزوجة فرضها الربع، فتأخذ الزوجة الربع، الباقي ثلاثة أرباع. عندنا الجد والأخت، شو الأفضل له هنا؟ ثلث الباقي يأخذ ربع، سدس رأس المال أقل، أحسن المقاسمة، يأخذ نصيبين، نصف المال، لأنه يعصب الأخت لذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذ نصف المال. أما إذا كان في هذه الحالة معه ثلاث إخوة مثلا، في هذه الحالة أحسن له ثلث الباقي. لو هلك هالك وترك زوجة وثلاث إخوة وجد، إذا قاسمهم ينقصونه عن ثلث الباقي، وكذلك الأحسن هنا أن يأخذ ثلث الباقي وهو ربع، أحسن له من المقاسمة وأحسن له من سدس رأس المال، لأنه يأخذ ربع المال، في هذه الحالة أحسن المقاسمة. الأذان رفعوا الأذان؟ إذن نتوقف إن شاء الله حتى نصلي كما قررنا بالأمس.